اثناء ما احنا بنعمل الفقره هقول لك مكوناته ايه. بالنسبه للعيش بقى اللي هنعمله اللي هو الخبز اللي هنعمله، هيبقى هنا هو عباره عن دقيق، بحط على الدقيق شويه صغيرين من الملح، وبستعمل خميره، وبعدين نحط هنا بعد ما بحط الخميره بستعمل شويه من السمنه، حطها هنا اهو، وبتكون السمنه سايحه لان ديت مفضل انها تكون سايحه علشان ما تغطيش، ما تبقاش زبده وتغطي على الخميره، يعني ما تغطيش حبيبات الخميره. وبعدين بضيف ان هو الحليب تدريجيا، بيبقى لبن رايب اللي هو اللبن الرايب، نحط اللبن الرايب لغايه لما احس ان العجينه كلها تماسكت. ممكن لو عايزين تستعملوا زبادي ممكن تستعملوا زبادي مع شويه حليب لو حبيتوا. نحط كله هنا اهو، كل ديت بتتماسك مع بعضها. واثناء ما بتتعجن، كانت اخت ناديه من هامبورغ من المانيا بتسال ايه هو الباف بيستري في المانيا، اللي هو بلاتر تيج، اللي هو بي ال اي دبل تي اي ار تي اي اي جي، وموجود في المحلات السوبر ماركت، ده اللي قاله لنا، بنفس الاسم، عباره عن عجينه ما معمولة زي الباف بيستري اللي حضرتك عارفها، يا إما بتبقى محطوطة رقات ومحطوطة في قلب علبة ومقفولة بالبلاستيك أنت تشوفيه، أو قطعة ملفوفة وبعد كده أنت بتفرديها لو حبيتي. هنزود هنا شوية من الحليب الرايب لغاية لما بوصل للمرحلة إنها بتبقى قطعة من العجينة ديت، عجينة اللي هو الخبز الأبوري. بعد ما بعجنها مهم جدا ان اسيبها تتخمر، يعني بعد ما اعمل عجينه واتاكد انها كتله واحده متماسكه، بيبقى فكرتها ان انا بجيبها واسيبها تتخمر فبتبقى الضعف تقريبا. بشيلها من هنا واحطها في قلب الصينيه اللي انا هطبخها فيه، احطها هنا اهوت ونلفها. لو انا هعملها واحده بس، قطعه واحده بس، احطها هنا وبسيب ديت تتخمر مره كمان. فديت اول مره بسيبها تتخمر، ديت نص دي، يعني دي كانت الضعف احنا قسمناها بالنص وبقى دوت شكلها. في نفس المكان وفي نفس الصينيه بفردها، وممكن دي تقدمها باكتر من طريقه او اطبخها باكتر من طريقه. ممكن بجيب هنا اهوت بيض، نحط بيض هنا نخفقه مع قطعه او حته من الجبنه، ممكن استعمل جبنه زي الجبنه القريش او جبنه لو عايزين ريكوتا او كاتا تشيز، نخفقها هنا، بحط معاها شويه من البقدونس وبحطها هنا على الخبز. يبقى ديت طريقه نحطها هنا، وممكن نحط ديت هنا ونسيبها تستوي، ندخلها الفرن هنا جوه شويه هنا. وبعدين ممكن يكون حجمه اكبر، يعني ممكن اعملها وتكون حجمها اكبر، يعني ديت كده خلاص دي جاهزه انها تدخل، ممكن احطها في الفرن، ولو حبيت ممكن ساعتها احط عليها شويه صغيرين هنا من السمنه، حبه صغيرين من السمنه قبل ما ادخلها الفرن ونحطها تستوي. يبقى عندي احجام مختلفة وتغطيات مختلفة، نحطها بلا ما تستوي هنا ناخد اتصال. واما نرجع للخبز الابوري، اول حاجة ان انا خبست الخبز، سيبته يتخمر، بعدها بحطه في قلب قالب، بسيبه يتخمر مرة كمان، بفرده. وعندي اختيارين، الاختيار الاول ان انا قلت بجيب شوية هنا من الحليب، حطيت حاجة بسيطة جدا من البيض مع الجبنه، كانت جبنه قريش او جبنه ريكوتا او كاتا تشيز، بقدونس، وممكن نحط ملح، حطيتهم عليها كغطا قبل ما ادخلها الفرن. ده اللي احنا عملناه، حطيناه هنا وحطيناهم في الفرن. ممكن يبقى حجمه كبير او حجم صغير حسب احنا عايزين نعمله ازاي. ودلوقتي عليت النار عليه وبسيب دول يستووا. واحده دهنتها بالسمنه، او لو حابب ممكن ادهنها بالسمنه بعد ما اطلعها، يعني دوت بيكون شكل اللي احنا حطيناه هنا اهوت
وعليه الجبنه ديت، كان الجبنه كتير اكتر من البيض. لو حبيت ممكن تعملوها العكس، يعني بيكون خميل زي ما احنا شايفينه او سميك بالطريقه ديت، وممكن لو حبيته ممكن تتقدم زي ما هي كده اهوت، او على اساس ان يبقى في اختيار عندكم. ده الشكل بتاعه بيبقى من جوه، لكن وهو سخن لسه لو بدهنه بشويه صغيرين هنا من السمنه كمان لو حبيته، دوت اختياري، علشان عارف ان انتوا بتقولوا مش صحي، لكن برضه اختياري، ما تقولوش ان انا مش هاكله علشان هو الشيف حط عليه سمنه، انا حطيت على الحته اللي انا هاكلها، فانتوا ممكن تجيبوا اعملوا حته ثانيه وما تحطوش عليها سمنه، او تاكلوا بيها الجبنه او البيض. فحلقتنا النهارده ان شاء الله لسه هنعمل